وما وتكسر من الصلاة عليه، يقوم ربنا يرفعك
بعد كده اقول لك روح الوسيلة اللي كنت بتحبه يحشر برضه مع من احب. يبقى لي مع اربع فئات. اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين. واحنا قلنا بنتكلم عن الصدق وكيف الصدق. والصديقين والشهداء والصالحين. الصالحين من عموم الناس اللي بيعملوا خير، الناس المسلمه، الناس اللي الناس بتسلم من اذاهم، الناس اللي بتسرع في الخيرات. طيب انا قلت لا انا عايز اكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على طول جدا. طب اعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم اقصركم علي صلاه. اقصركم علي صلاه يعني ايه؟ يعني اللي بيسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه يبقى مع النبي لا. لأن دي حاجة أن ربنا قال في سورة الأحزاب في الآية 56 يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. ده أمر من الله. إن ما صليتش على النبي صلى الله عليه وسلم هتأسم وأنت عاصي من رب العالمين. يبقى أنت مأمور أن أنت تصلي على النبي. ده بالمكسر وإنما الشافعي رحمه الله قال إيه؟ أقل المكسرين من الصلاة على النبي في حد أدنى 300 مرة في ال 24 ساعة. الدكتور على الجمعة بنسأله يا دكتور عادي اللي محدد الإقصار قال والله أنا واقع في إيدي كتاب لراجل هندي اسمه بداية ربي عند فرض المربع. وقال في الزمن اللي إحنا فيه دي والزنوج والحضارات المختلطة أقل حد للإقصار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة في اليوم. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10، ومن صلى عليه 10 صلى الله عليه 100، ومن صلى عليه 100 صلى الله عليه 100، ومن صلى علي 1000 صلاة لم يكن حتى يبشر في الجنة. لا لما انا اكسر من الصلاة على النبي بايه؟ في فوائد ثانية للمكسر من الصلاة على النبي في الدنيا والآخرة. الفوائد الثانية تقترب من معجزات الأنبياء. يعني ربنا يعمل لك كرامات. هنقول قاعدة كده، قاعدة فقهية قدامين كده. المصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فقط يأخذون حسنات. ولكن المكسرون من الصلاة على النبي الله يهب لهم كرامات. فأنت عايز كرامات ولا حسنات؟ كرامات. الكرامات إيه؟ فيها من داخلها إيه؟ الحسنات. عملنا كتاب اسمه ايه؟ مرافقة النبي حمزة اسمه هبات الرحمن. هبات الرحمن للمكسرون من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. للمكسرين من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كم هبة جمعناه من الكتب والسنة؟ 15 هبة. يعني انت ربنا يديك 15 حاجة في الدنيا والآخرة. عارف أقل واحدة فيهم ايه؟ عتقك من النار. ربنا يحرم النار على جسدك. امال ال 14 التانيين ايه؟ ده حاجات فوق الوصف بقى مع النبي بقى. فين؟ موجوده في الكتاب ده. قام تقراه في قناه اسمها قناه الاستشهاد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هتلاقي مكتوب جوه مقطوعات قناه الاستشهاد. تقوم كاتب على اليوتيوب قناه الاستشهاد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. تدخل وتبتسم ليها وتسمع حوالي 400 حلقه عن الحاجات دي عن النبي. كتاب ده الشرح موجود شرح وافي ومعانا علماء من الازهر شرحوه هو كتاب غفران الذنوب وتنظير القبور للصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتاب ده ليه؟ اللي يسبب امور ابرد في الدنيا قبل ما تروح لمين؟ لربنا. لان انت ما انتش ضامن ان ولادك يعملوا خير وكلام، بل يعملوا للاموات والاحياء. ده طبع منه كام 1000 نسخه؟ 40,000 نسخة. في واحدة اسمها سعيدة من سلطنة عمان قالت أنا متبرعة ب2000 نسخة من ده و2000 نسخة من ده. وفي واحدة اسمها خيرية من ليبيا قالت أنا متبرعة للمسلمين ب2000 نسخة من ده و2000 نسخة من ده. وجات سعيدة تاني قالت في كتاب بنعمله مجلد كبير إن شاء الله مطبوع نبعته لكم هنا اسمه كرامات وانوار الصلاه على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ده مجلد كبير ربما صح. سعيده دي اتبرعت ب 3000 نسخه.
حوالي نصف مليون جنيه مصري. قلت لها انت تجيبي الفلوس دي ازاي؟ خلي فلوس تركب منها وتعيش منها. قالت انا عايزه اخر، عايزه الدنيا، انا عايزه اكون مع عمتها، مش عايزه اكون حاجه منها. يا ستي لو حد يكون بيضغط عليك وبياخد فلوسك وانتز، تقول لي لا هو اللي كان ده اللي متعلمها ومعايا شهاده وعارفه. انا عايز النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا في ناس بتعمل الاخ، فالاخ رضا هيوزع عليكم الكتابين، والقناه دي موجوده على اليوتيوب مؤقتا، لان انا منتسب لقناه الفقه الفقهي للتلفزيون من عام 2013. Yeah.